الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الرأي إمام الرافعي رحمة إخوائي ليبي لا قلب ورقه بعود في الأصحي بداري أوها أوها أتوفر القرآن وليوكي دسميش النبي درسنيا وحمله ومسه في دنانيرة أوش درسته درسته في دنانيرة إلى باريبي عليها سورة الإخلاص أو غيرها سورة يقول والله عدد ولا باري دنسرة بيشان أزعو باري يقول والله إلي أتو باري كل برشيا قيدناك لو شنك كابراء وقت هو نسرة لو قرآن النية لو تبرش نسرة لأن القرآن لم يقصد هنا لما وضع له من الدراسة والحفظ لو دراسة وحفظ النية لم تزري عليه أحكامه وهذا أحكام القرآن ليس إزرا ناكل ولذا حل أكل طعام وهدم زدار نقش عليهما لو يدرس ده طعامك آياتي لنسلابية بخوي يعني ديوارك آياتي لنسلابية بروخيني لو سنك ولو خنوي نيخو لو بركته وشي بركتيش أحكامات القرآن للسنية وفي بمعنى معا في بمعنى معايا كنجي فيما لا ظهور للظرفية فيه أقا الظرفية تدا ظاهر نبي كما قدمت الإشارة إليه هل وشي لبيشوا إشارة ملايكة قوتم تسي والأصح حل حمله في أمتعة وتفسير أمتعة وتفسير خو ظرف نينا حتى تشتيرنا ودعبندري أولا وندري بمعنى معايا بس ليرا وفي دنانيرا وعمله ومسه في دنانيرة قرآن الذي في دنانيرة لدينار نسرها دينارك زرفة ليرة زرفة أقربك ظرفيتي ظاهر نبي في رسم معنى أخوتي أقرب ظرفيتي شي ظاهر نبو هنجي نبري بمعنى معي لتفسير لأمتعي لبي ظرف نبو لما قلت بمعنى معي ليرة ظرفاتي كي رسم معنى أخوتي أو قلت من درسته لتفسيره لمتاعي لوانا قرآن هرب قريبه بيد اسمهش لا اي لا حل قلب ورقه لا حل او ها قلب ورقه او ورقة منه بعود درسنية يعني لا حل قلب ورقه بعود او ها لا حل قلب ورقه بعود حرارنية أتو بسيب دارش بالكدارش ورقه يعني أو ورقة منه يعني يق ورقي بعود مثلا عود بي مثلا مثال بعودي يعني شنو شي ديك قرم قرم زباس ما يبيني أو هلبكي أو درسنية أي ولو قائمة با قائم إيش بيوش أو فري أو دين قائم بنكي بسراي توا بسراي توش هدرس نيا كما شمله إطلاقه هل وجه إطلاق مصنف در لا قلب ورقه سواء كان قائما أو قاعدا في الأصح إلى قول أصح لو لانتقاله بفعله فصار كأنه حامله أتيتو وجه أو باب ورقه أو هل يكر كأنه ببيد سنجية أو فرد هرقر إمام الرافعي رأي أوه لدواء إمامي نوي دفرمي قلت على أصح حل قلبي ورقه بعودي رد ذاته والأصح أن الصبي المميز أو المحدثة لا يمنع صبي من دارة بيد سميجة من عمك لو يدز ذات قرآن وهريد قريه لو ما مستايدين قيدناك برندق مميز دا دقا ستسا ساري دانيا أو قرآن لك داني أو دريني إذ لا يجوز تمكين غيره منه مطلقا بمطلقي درسنية دري ولو لحاجة التعليم مطلقا معنى أولا لو حاجة التعليم وغير التعليم لا يجوز تمكين غيره تمكين غير مميز أتو بتسي ليه بقرر غير مميز دزدات القرآن نامي تمني تمكين غير مميز منه لقرآن مطلقا لو هر إشة جهنم لأنه قد ينتهكه هذه احترام الرزكي لا دبا دي دريني المحدث أقام من دارك محدث بي حدثا أصغر أو أكبر
سعادة سياسة غربية أنا أكبر بي أما قلت له أن درسته وبحث من الجنوبي القرآن وأنه يحرم على وليه تمكينه منه هذه عندك درين من دارك قريبة زنابة بي درسني نهائيا دزدات القرآن نهائيا وليكش نابي لقربي أو قصة إنما يتأتى على بحث منع الجنوب هنا من المس أقرأ تبري الجنوب قد نابي دزدات القرآن من دار وليس كذلك واشنية واشنية جنوب أقر له حازة تعليم بقيلنا كمن دار على أنه مس آكدو آكدو بقوة ترى لحرمته على المحدث وبحث منع الجنوبي أو أنقوت قراءات القرآن خندن وبحث منع بحث مسيرك وبحث منع الجنوبي القرآن وأنه يحرم على وليه التمكين منه القرآن خندن قرب الزنابة نابي قرآن بخيني أو إنما يتأتى على بحث منع الجنوبي هنا من المس أقل ممنوع بالجنوب دزدات القرآن هنجي ويا وليس كذلك الدزدان بالجنوبيش ممنوع نيا على قصة زياد من له هيا أنه مس أكدوا بقوة ترى لقراءته لحرمته على المحدث لسم محدثيش حرام مس بخلاف القراءة قراءة دوانية لسم محدثي حرام نية لسم محدثي إلا مس حرامها إذا ما دام فلا قياسة أول قياسة كان قياسي مع الفارقة أول قياسي قراءة ينكدي تسر مسي قلت يعني يمنع الجنوب من قراءة القرآن ويحرم على ولي تمكينه منه قياسا على المثي على المسي إذا ما درين وبحث منع الجنوبي القرآن قراءات وأنه يحرم على ولي تمكينه منه إنما يتأتى على بحث منع الجنوبي هنا من المس أقا قياس بكنا سر منع الجنوبي لمسي أنجي ويا وليس كذلك هل زي خوي ممنوع نيا مس لو جنوبي ممنوع نيا لو من دار الجنوب لا فرض اگر ممنوع ايش بي اتو قياس قراءتي لسمسيب كي نابي على على انه اكدو مسبق وتر لقراءته لحرمته على المحدث بخلاف القراءة فلا قياس ما دام قياسك شان غلط لا فرض اگر قياسك تواويش بي مسك حرام نيا بس لما فرض مس حرام ايش بي قراءة وش مسيني والأسى أن السبي لا يمنع من مسه وحمله عند حازة تعلمه ودرسه لو خندني لو درس خندني من دار المنع مكن ووسيلتهما لو وسيلة تعلم درسه وسيلة كوا كعمله للمكتب إذا أنت مكتب عزر فقيان والإتيان به للمعلم اللي يعلمه منه هذا ربنا القرآن لو بنا كرم القرآن كله ديني تدرسونيشيني خيريناك فيما يظهر أولو من أشكره أو هذا وذلك له لمشقة دوام طهره من داره من داره وذلك نجيب فينا شوي ثم رأيت ابن العماد قال يجوز تمكينه من عمله للدراسة والتبرك ونقله إلى محل آخر داري حرب همنوع شيء بهمنوع شيء من دار بينا بعد ذات قرآن لو تبرك به لو هرسها به لو دراسة به لو تبرك به لو نقل به لا يقول يتعلم درس بعمومي وقول وأن هذا هو صريح كلامهم اعتبارا بما من شأنه أن يحتاج إليه إذا احتاجش النبي برن خرج شأنه ويحتاجه من دار دزبدات القرآن ببيد اسمه انت عقسك براوة وفي عمومه نظر أو عموما نظري تدائل لحازة تعلم الدرس أو اشتان درسته كتخصيص الأسنوي ومن تبعه بالحمل للدراسة إمامي أسنوي وأتباعي ويش قوتي كان إلا لو دراسة درستة أو اشتواهنية فالأوزح ما ذكرته أوي أمن قوتم أو تواهو تعلم بدراسة بوسيلتهما بي أو نقيدناك بس بعموم وشي ابن العمادي مري بخصوصة شي خصوص وشي أسنوي مري حدي وستكي لوقت قلت الأصع حل قلبي ورقه أو ورقك مطلقة تثابت بي ثابت نبي بعود بعودي أو نحبه أو بقرمه أو درسته وبه قطع العراقيون علماء العراق شوية أقول يا علماء العراق إمام الشافعية إمام أحمد إمام عنفية
أبو يوسف محمد سفرة ما تشوى إلى إمام مالك ما هو عراقي هم المستهيد كان عراقي ما يقول ما عراقي هم سبيواني سردمي إمام شافعي كالعراق ولا قولي قديمي والله هو بيقطع العراقي العلماء عراقي والله أعلم لو لأنه ليس بحملي شنك قلب الورق حملني ولا في معنى ولا معنى يجني ومن ثم لو انفصلت الورقة على العود وشأو رجق وطمان أو هذا كتسري هو دبت حمل أو حرمة اتفاقا كما هو ظاهر لأنه حمل كما لو لفك كمه على يده وقلب بها ورقة أو ها لف كمه آه كما لو لف كمه أو كم أولا أو ألولي داغوها في أو هلك أو شهر هدرسني على يده وقلب بها ورقة منه وإن لم تنفصل ما تنفصل إجنبي بي وش راز طابي هدرسني فبدا سميشي ويحرم مسه كل اسم معظم مس قراني مس قراني حرام فبدا سميشي ككل اسم معظم نعيش المايا ويحرم حرام مسه مس قراني ككل اسم معظم همنا معظم اسماء الحسنى محمد بمتنزسين بس يا تشتشي في سبيو بني بناي اخواي نعوذ بالله كل حال كافر بي اقا با عمدا وابقى يا ناوي خوشويستي بغير معفو عنه بتشتشي بيز بيشتكاش عفو اللي ندرى وجزم بعضهم بانه لا فرق عند قوتين معفو عنه غير معفو عنه سيا معفو عنه لونوجيا قلت له وين يا اخوي في روزا تشتي بيس بيوبني مش شي مرلي بيوبني نار ما عفوش بي تعظيما له ما شاء الله قصه جوانا ووات شيء نقش به ايه نقش به اشتك قران لي نسرابي اتو بسي بير سداني وات قاش دسري ها وات على سدان اشتنا بير سدانا نقش به ويفرق بينه وبين كراهة لبس ما كتب عليه باشا عدي لو قلت دوي الرجي اقر لباسك آياتي لنسلا بخرافة دبركي استا او رايقا اقر الله لنسلا ببلس داني حراما لو فرق سيا المستلزم لجلوسه عليه ما زلت شيء من الان او دانشتي ما اقر آياتك لربي او اول سدانشتم فرق سيا المستلزم لجلوسه عليه المساوي لوطئه جلوس وطئه هر وشي يقنيا فيل سدانان ولا سدان وشي يقنيا وشي يقنيا ويفرق بينه وبين كراهة لبس ما كتب عليه المستلزم لجلوسه عليه المساوي لوطئه بأن لو سلمنا هذا الاستلزام والمساواة ناس المين مستلزمني لو أقل من إيربي أو زل سدادني شم أقل إيربي كار سدادني شم اللي لبس وتنيا اي مساويش نيا مساويش نيا وت بيرزيت دا بس لسدادني شتن بيرزيت دا نيا عندا اي امكننا ان نقول وتؤه فيه إهانة له قصدا فيل سداني أو ذكاء إعانة قصدي ولا كذلك لبسه لبس ونية هذه باشا اللي لبسه ذكاو تبن فيد زان يعني عيب نبي زاره قون يقول سدادني دري ويغتفر في شيء تابعا ما لا يغتفر فيه هذه مقصودا شفت هيا تشت هي بتابع درست بس أول زار درسنية أول زار تبي خل صداني درسنية بس لباسه تقول بريدك أي لو لباس لبركني ليه لازم ده بكو تبنته أو قيدناك ووضع نحو درهم لو قينا اخلا نسيوتر ها او قينا كا طب وصابت القينا قلت له لبسك قيدي هذه لبس قيدي ووضع نحو درهم في مكتوبه قران لين اسرابو اتبسي باري لنا ودابني او باري لنا قران داري في القران زانتانيا رسنيا حرامه في مكتوبه وجعله وقايه يعني قرآني بكي وقاية وقاية طري قرآني بكي وقاية هو موت موت تيور بري ده موت تيور بري بري وبموت كم نتعبته هو وقاية هو درسنية وزعله وقاية ولو لما فيه قرآن حتى أجد شتك قرآن شتين وسلامي
كاتشتك قرآني لنسرابي أو قرآني لنسرايا أتو بسي فرق قرآني بيني دوي وربقري هدرسني يا حرام فيما يظهر ثم رأيت بعضهم بحث حل هذا هند قوتي تيان ما أولو إهانة أتو بقرآني قرآني حمسك وليس كما زعم أو أقصك شي تواونيا وتمزيقه عبثا لو قرأ هول تلك قرآني لو لأنه إزراء به إهانة أو إهانته وترك رفعه عن الأرض فر قرآنك لعرضي كذبه أتو هر نقري ولي قرر أوش قناحة دري دقر أويدا دقر أويدا نيقى قرآن لعرضي داني وقناحنيا وينبغي أن لا يجعله في شق نامي مسألة لسلوي أو قرآن لسلوي أو تقتي دابني بربته في شق هذه لسقه لزيتش كلن بي زيتش خطر بي لو مثلا مثال هو هذا سائل يردانان دينا خبرجه دتي مزش لو دادني هذه لو قران مزي لو دانان بس لو اندر دابني هم دارك به فاروق بخولد دبر درسني وين بغي ان لا يسالوا في شق لانه قد يسقط فينتهك وبرع ما كتب عليه اشتا القرآن اللي نسرا بو كابر اللول بدا راس قود بدا قود دستناو بيسائي درسنية اخواردنه با قودان قود دا قود بخلاب اكله بس اقبيت زوي قيدينية سنشت حروف كان نامين لنا ودوي لسوالي سورته قبل ملاقاته للمعيدة اشتا ناقات المعيدة سورتك تقدسي اذا باشا هدي لنا ودوي دا لأنه داويدا دقا خزي خزي تكر داوي دري ولا يضر ملاقاته للريقي هو خزي في زنيا خزي تشتشي خاوين الشريفة لأنه ما دام بمعدنه غير مستقدرين خزي أقا فرب داي أوزا بيلا زتا لأنه داوي زور زور تشتشي خاوين وفاكا ومن ثم زاز مصه من الحليلة لأنه درست آخر خزي خيزان خوي هرمشي كما يأتي في الأطعمة قال الزركشي ومد الرجل للمصحف او مصحف هو دان درايا اطلع خذ له درشكي او ناشرنا وللمحدثي وللمحدثي اجل اعاني دري ما دام على مرتفع الا اذا كان على مرتفعين اقول او هل مرتفع شي بي لا خذ درشكي او قيدني شي اعاني دنيا بس اقول القران اللي دام دريتو في خذ له درشكي او تتهان وللمحدثي كتبه درسته كابري بيدسنش قرآن بنوستوا بلا مسين برندسنا ذاتي رازعها بنوستوا بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وشيل أخوه بيدس ماتي كتابته قرآن حرامنية بيدسنش وللمعدث كتبه بلا مسين ويسن القيام له وسنة أقا قرآن ينهينا لبر قرآن هرستا كالعالمي عروشي لو عالمي سنة هرستي لو بجوية بل أولى بركو أولى ترى بركو أولى ترى إمامي السبوكي دري درستا قرآن جماز بكي سنشي أو التشبيه نكرا بعالمي هذه دستي عالمي سنة نخرج ماسكا حزر الأسود ماسكا ما دام قرآنش لو أن قورة ترى لعالم ولا حزر الأسود قورة ترى ما دام إيش ماسكا درستا نانا مقصد لبيد اسم الجنية لبيد اسم الجنية ما اسم كي نامي هذه داود بيدا كوي نامي وما بس إلا ما اسكردنا وصح أنه صلى الله عليه وسلم قام للتوراة لبا التوراة هستايا وكان وكأنه لعلمه أو هايا لم يرشي تدا وكأنه لعلمه بعدم تبديلها ويوا وكأنه زوجها أوزك كسر بره التوراة قرأ أو دري ديار أوزاني تينا قرأ له إلى بره في هرستا ويكره خرافة دري كراهتي التعليمية حرق ما كتب عليه أتو لو قرأ القرآن بسوتيني لو قرأ لو قرأ بسوتيني قرآن لأنه سلابي نابي إلا لغرض نحو صيانة أقلو حفظ بنا السلطان بدا كتا قرأ ومنه تحريق عثمان رضي الله عنه للمصاحف هذه إمام عثمان لو يسلطان دي قرآن كان دي إلا تساري يشتوى أو إجلب مصلحة والغسل أولى منه على الأوزاء برن بشو يو باشر لو بسوتيني سنو كان نسيني بشان بحبري بو وشي أو فدا ذكر رشد بو بس إستاواني إستاد متبعيها أبي في ذاك ناروا لو هل عند بيلا بسوتي سارنيا
وغسل أولى منه على الأوزعي. بل كلام الشيخين في سيري صريع في حرمة الحرق. قرآن ستاندن حرام، هرسي قرآن ليه بنسلي حرام، إلا أن يحمل على أنه من حيث كونه إضاعة للمال. كلام الشيخين لسيري كقوديتيان قرآن ستاندن حرام، ما بس يان يعني أول نبوة لبا إهانتها لو إهانة حرامة، برام أقر له صيانة ولو حفظ بحرام نية. بس كلام الشيخين كذين مطلقة حرامة هو الذي حدش كي قرآن بارد في دعوة وبارد كريب لو قرر له دسوتي أدي إلا عيما له هو ذا كدو حرامي. فإن قلت مرة أن خوف الحرقي موجب للحمل مع الحدث وللتوسل بوتد اگر بي كي باليف لبن خوي داني يان تبيك لبن سر خوي داني يان ببيد اس نجي دستي دي درست لكاتك اگر باو باران بو يان سوتان بو يان شتا چاو هابو او دكا حفظ درستا قلت وان درستا ونيا. فإن قلت مرة أن خوف الحرق موجب للحمل مع الحدث وللتوسد وللتوسد وهذا مقتض لحرمة الحرق مطلقة. هذه الشيخين قلت يان حرب مطلقي سوتان حراما نعم قلت اگر تنقاو بوي لو قول ريدك او قرآن ببي احترامي ببي دس منجيات ودس ديه درستا او يان استثناء نكرد يا اما استثناء ما نكرد قلت وان حتى بيني لمن سري خوش داني درستا. قلت امن درين ذاك او ايكا قلت ما درستا مفروض في مصحف دقا قرآن ما داب قرآن قرآن قالوا قريبو دسوتا يان روبار لي ددا دس نجش النبي دبيه تو قرآن كي هقري ببيل زيش داني حبز بكي حتى قال بس سري خوش داني وهذا أويك شيخين فرمويتيان وهذا أويك قوتوان يكره حرق ما كتب عليه أو في مكتوب لغير دراسة أو هابو كنسلاب لو دراسة نبو أو لها وبه نحو بلا هنجن مكروها أما تازن ما قد ويكره حرق ما كتب عليه درن مكروها مكروها. فإن قلت أقاتو بري مرة أن خوف الحرق موجب هر واجب دبيت القرآن هر بقري موجب للحمل مع الحدث وللتوسد وهذا مقتض لحرمة الحرق مطلقة وهذا مقتض لحرمة الحرق مطلقة وهذا قيني دبي سوتان سوتان حرامي دبي هريجري ببدأ سنجيش بهريجري سوتان نابي لو هذه تعال إيه سوتان مكروها نما نقول حراما. قلت ذاك أويك قوتمان واجب دبي أتو قرآن ببيد اسمه هالقري مفروض في مصحفي دقا مصحفي ما دا وهذا أوي أورو كدر ويكره حرق ما كتب عليه خود دقا قرآن مدانية هرب خود ما كتب عليه في مكتوب لغير دراسة لو رقعي نسرعتوا أو لها يعني لو دراستيشا وبه نحو بلن تربو تر مما يتصور معه قصد نحو الصيانة لو أنا بيد قلبي قصد صيانة الرقبة كوي أو زي مكروها ما نقرأ شون أو مما يتصور معه معه قصد نحو الصيانة مفروض في مصحف هذا يقتضي حرمة حرق المصحف أي لغير غرض وهذا أي قوله ويكره حرقه في مكتوب أما قلت أن ويكره حرق ما كتب وهم أن نقول فإن قلت مرة أن خوف الحرق موجب للسرد واجبة للحمل مع الحدث وللتوسل إذا ما دام وابي ما دام وابي نابي بسوتيني نابي بسوتيني خود يقول بسوتينا الآن در ببيد اسم نجي هريقرا ديار السوتان درسنية وهذا مقتضي لحرمة الحرق مطلقة سوتان حرامة سنشي ري بيدا يقول واجبة ببيد اسم نجي دبيت ودس دي قرآن أو رجع الآن أمن درهم مكروها كو مكروها دي من فيشان قوتهم حرامة دبي ببيد اسم نجي هريقري نابي بسوتيني
قلت زابد دموا ذاك مفروض في مصحف في مصحف أو إيكا قوتمان ببيد اسمي جي هري قرو حرام بسوتيني أو دقا مصحفي براستي ما ندعبو وهذا أوي تازا قوتم ويكرو حرق ما كتب عليه في مكتوب لغير دراسة أقلو دراسة نبو لو رخعيبو أو لا ها لو دراسة بو بلن وبيه نحو بلن تيك سبو تيك بسر وبربو مما يتصور معه قصد نحو السيانة لو أنا بيد بكري أتو حمزي بكي أقلو حمزي بكي أديد تكسو دتوي حمزي بكاي دتوي حمزي بكاي او زي حمزه كبس الشوي شي خرافه بسوتيني هذا سبب بعاوي ليه بسوينا مكروه بسوتيني واما نزلوا لاضاعه المال ادي اوي كالشيخين قوتيتان اضاعه المال ببارت كريات لو دسوتيني فامر عام لا يختص بهذا والا الاخرى اني ونيا ما تشتدي كشتو بكره بسوتيني او ايش هذا حرام على انها تجوز لغرض مقصود إضاعة المال درستا هرب مطلقي الشيخين قلت يعني إضاعة المال درسنيا ما إضاعة المال زار هي درستا لغرض مقصود لغرض مقصود وش زار هي بابور جراندبي هندش تداين أنا وبحري وبالسوق هو إضاعة المال شا بران درستا هالواجبة ولا يكره شرب محوه محوه هذا آية تكنسي أو ها بعاود ليت سواد او كيف خويا ولو شفاي هو ايش خراب ليا ولا يكره شرب محوه وان بعث ابن عبد السلام حرمته ما هو شفر مو حرام الله يعني جمد يدري صلى الله على سيدنا راوينا أولا الشيكو وبيلة وبيلة سوشي لديرش ديك لدي أو حريرة أو سوتانة أو دزدانة أو تيمون أو سيار سيار لشان دري هزبين أشتا لغن دري وأنبو